بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم ساعة بطريقة سهلة وبسيطة خالص بتنفع في الروضة. طبعا هعمل دايرة باللون البينك ده ودايرة باللون الأخضر، و يعني هوريكم إزاي هنركبهم مع بعض. الأول بس ناخد مقاسات الدايرة. هنعمل دايرة كبيرة وهنركبهم مع بعض. انا كده قطعت الدايره الخضراء الكبيره وقطعت الدايره اللي هي اللون البينك. بعد كده قطعت مربعات اللي هكتب عليها الارقام بالشكل ده كده صغيره، وعملت السهمين بتوع اللي هما عقارب الساعه، تمام، والاسهم بتاعته. هنبدا بقى نعمل الدايره الاخضر ديت بشكل مموج. هبدأ أعمل بشكل مموج بالشكل ده كده. هعمل كده وبعدين أقطع حتة كده شايلة، وبالشكل ده كده برضو أجيب زاوية أجي نازلة كده أخد منها حتة بالشكل ده كده، تمام. أعملها كده أجي واخدة منها حتة بالشكل ده واجي عاملاها تاني كده واخد منها حته لحد لما اخلصها وتبقى معايا بالشكل ده كده. هكملها مع بعض. بقت جاهزه معايا بالشكل ده. هثبت اللي هي اللون الاخضر تحت واثبت الفوم اللي هو اللون البينك ده فوق منه بالشكل ده كده، هيديني شكل الساعه، تمام. اول حاجة هبدأ اكتب الارقام من 1 لحد 12، تمام. اكتبهم واكملهم ونلزقهم مع بعض. بقت جاهزة معايا الساعة ومعايا الارقام. هبدأ الزق الارقام نلزقهم مع بعض شكلنا كده. خلاص كده بقت جاهزة عندي الساعة. هثبت عليها الأرقام من 1 لـ 12، ثبتت عليها العقارب عقرب الدقايق والساعات، وهثبت عليها الأرقام. عملت 12 مربع بالشكل ده. هكتب عليهم بقى الأرقام من 1 لـ 12 بالعربي. 1 2 بقوا جاهزين معايا الأرقام. هبدأ ألزق الأرقام. كده نكملهم مع بعض. بقت جاهزة معايا اهي. بعد ما ركبت الأرقام بقت جاهزة معايا. عملت لها حتة ستان وهحط لها حتة فومة بحيث هعلقها منها. بالشكل ده وسهلة وبسيطة خالص، ويا رب تعجبكم وجربوها.